بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعينا الأعزاء، مستمعينا الأفاضل، تحيتنا متجددة بتجدد انطلاقاتنا وتحدياتنا من ميدان الديد في هذا المهرجان الكبير والمنافسات الرائعة هنا بتحديات هذه الأصايل التي تنطلق هنا بهذا الانطلاق الموفق والجميل. شوطنا الرابع يسير بحفظ من الله وتوفيق، يحمل تحديات الابكار المهجنات الأصايل. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين. السير إلى الضبي اللي على المركز الأول لسهيل بن عويضة بن مضحية العامري تقدم على المركز الأول. نقلتنا التالية إلى المركز الثاني إلى دقلة لسالم بن عامر بن عمهي المنصوري. انتقل وأتحول في هذه اللحظات، أجد هنا وصايف القادمة لعوض بن مبارك بن سعيد المهيري يتقدم على المركز الثالث. نقلتنا التالية إلى المركز الرابع إلى مويه القادمة لسيف بن مسفر بن راشد الحميمي. نقلتنا التالية إلى المركز الخامس، من أجد أطلال القادمة في هذه اللحظات. تتحرك أطلال يقدمها محمد بن عبد الله العسكري، ولكن وصل الشبل يقدم لنا طرايف. المتقدم سالم بن أحمد بن دري الفلاحي، يتحرك بن دري ويتقدم بن حمودة يقدم لنا مهابة. سعادة فرج بن علي بن حمودة الظاهريات بالمركز الخامس، بينما المركز السابع مريفة مسلم بن علي بن دري المنصوري يقدم لنا مريفة. والانطلاق على المركز الثامن، وصلت سلمى يا دكتور راشد بن حمد بن زفنة الاعفاري يتقدم في هذه اللحظات. القدوم على المركز الثامن ترف لصالح بن حمد بن شليويح العامري. بينما انتقل واختم النداء مع المركز العاشر، وصل الدارين فهيد بن محمد بن فهيد العجمي يتحرك على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة وهكذا هو النداء في ملتقى الكبار في هذا المضمار في مهرجان أبو خالد. تتقدم الأسماء وتظهر المفاجآت ويظهرون العمالقة، عمالقة التضمير وأبناء الصحراء يسيرون مع الأصايل وسفن الصحراء التي تبحر في هذا الميدان والتي تجازف الأمواج المتلاطمة. لكني بعود إلى المركز الأول، بعود إلى الصدارة، بعود إلى الضبي، إلى الضبي اللي مواريها كم الضبا. تتقدم على المركز الأول لسهيل بن عويضة بن مضحية العامري. راح العامري يقدم الإمتاعات ويقدم الانطلاق المميز والصورة المميزة التي سار بها إلى المركز الأول. بالمركز الثاني أجد هنا الحضور من وصايف عوض بن مبارك بن سعيد المهيري يتقدم على المركز الثاني. يقدم لنا وصايف. انطلق وأتحول إلى دجلة القادمة لسالم بن عامر بن عمهي المنصوري، باحثا عن الانتصار، باحثا عن الفوز، والكل أتى من أجل الفوز والانتصار.
والنقطة الذهبية والزعفران انطلق وتحول مع المركز الرابع. حضور جميل، حضور ملفت للانظار من موية لسيف بن مسفر. بن راشد العميمي يتقدم بالمركز الرابع، يتحرك بهذا الموقع الجميل هنا على المركز الرابع. نقلتنا التالية الى المركز الخامس، الى شعار قادم في هذه اللحظات، شعار بن حمودة وشعار الدكتور. يتقدم مع سلمى الدكتور راشد بن حمد بالزفنة الاعثاري، ووصلت مهابة بالمركز السادس. يقدمها سعادة فرج بن علي بن حمودة الظاهري، يتقدم راعي مياسة، يتقدم شعاري مياسة، وكذلك القدوم من بندري. من بندري يقدم لنا مريفة مسلم بن علي بندري المنصوري. يا سلام يا سلام يا هذه الأسماء الواصلة، يا هذه الأسماء القادمة، يا هذه الأسماء المشاركة ما بين الأبطال والأقوياء في هذا التحرك الجميل. الشعارات التي يا ما صالت وجالت، يا ما صالت وجالت في عالم سباقات الهجن. لكني بعود إلى المركز المحبوب، إلى المركز المرقوب، إلى المركز الذي يطمع ويطمع له الجميع. بن مضحية يتحرك بالضبية ويقدم لنا ضبية السهل. بن عويضة بن مضحية العامري يتعدى ويتقدم ويتحرك ويجازف من أجل الفوز والانتصار. لكن المهيري عينه على المركز الأول، عينه على المركز الأول. يقدم لنا وصايف عوض بن مبارك بن سعيد المهيري يتحرك بالمركز الثاني. نقلتنا إلى موية المتحركة أيضا والقادمة الباحثة المتقدمة هنا على المركز الثالث. يقدمها لنا سيف بن مسفر بن راشد العميمي يتحرك، وكذلك الوصول من دجلة هنا سالم بن عامر بن عمهي المنصوري. ياهي معركة ياهم أبطال، ياهي شعارات. الواصلة سلمى هنا تتحرك، هنا الدكتور راشد بن حمد بالزفنة الاعفاري يتحرك على المركز الرابع وخامسا او المركز الخامس، بينما المركز السادس بن حمودة مع مهابة القادمة هنا مهابة لسعادة فري بن علي بن محمود الظاهري. ظهر في هذه اللحظات وتحرك هنا مع هذا الأداء الجميل. وأسماء ما خلف الستة مرعبة. لكني بعود. الله. اشتدت المنافسة واشتد هنا الأداء الكبير. لكن بن مضحية هنا يتقدم. بن مضحية يقاتل من أجل الفوز، يتحرك بالضبية السهيل. بن عويضة بن مضحية العامري والمهيري هنا عوض بن مبارك بن سعيد المهيري هنا على المركز الثاني وثالثا مع موية. وارتفعت الموية ثلاثة أمتار هنا مع المركز الثالث. هذه هي موية سيف بن مسفر بن راشد العميمي على المركز الثالث. لكن وصلت سلمى وتحركت بشعار الدكتور راشد بن حمد بالزفنة الاعفاري. بدأ بالزفنة
السفنة يتحرك على المركز الرابع. المركز الخامس وصلت مهاب. مهاب يا مهاب يا سعادة فري بن علي بن حمود الظاهري. يا سلام يا سلام على هذا الأداء الجميل. لكن يا جماعة موية والثمانية متر هنا، الثمانية متر الأخيرة المتبقية عن نهاية هذا الشوط، وموية وعصاتها في البطان، وموية تتقدم الركبان. موية في كيلو الامتحان لسيف بن مسفر بن راشد العميمي. وصلت وصايف لعوض بن مبارك بن سعيد المهيري. يا سلام شوفوا للي بالمركز الثالث، وصلت مهابة سعادة فري بن علي بن حمود الظاهري بالمركز الثاني. ولكن موية سيف بن مسفر بن راشد العميمي في منطقة الأعلام هناك مع الأداء الكبير، هنا مع موية سيف بن مسفر بن راشد العميمي. مشكور يا محمد يا بن سالم يا الهاشمي على هذا الأداء الجميل والانطلاق الأخير. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني مهابة سعادة فري بن علي بن حمودة الظاهري. المركز الثالث وصلت فيه هناك والضبية لسهيل بن عويض بن مضحية العامري. المركز الرابع وصايف عوض بن مبارك بن سعيد المهيري. المركز الخامس كانت لميا هي بالمركز الخامس لسعيد بن مهنا بن قرامش المحرمي. ما شاء الله شوط قوي، شوط حمل الأداء الكبير والمتعة منذ البداية حتى خط النهاية. واستطاعت الفوز موية لسيف بن مسفر بن راشد العميمي منقادها نحو الفوز والانتصار، وحقق النقطة المميزة في مهرجان بو خالد بأداء كبير وتحدي رائع. توقيت الزمني 12 دقيقة 55 ثانية وجزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك موية سيف بن مسفر بن راشد العميمي على هذا الأداء الجميل. مشكور يا محمد بن سالم الهاشمي على هذا الأداء الجميل والتضمير المتميز. المركز الثاني مهابة لسعادة فري بن علي بن حمودة الظاهري. أدت عرض رائع تشكر عليه ويشكر مالكها ومضمرها الحاسم. التوقيت الزمني للمركز الثاني هنا نتابع معا بالإعادة وبأيضا اللقطات المميزة. المركز الثاني يا مخرجنا هنا بالمركز الثاني مهابة لسعادة فري بن علي بن حمود الظاهري. 12 دقيقة 59 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما وصلت على المركز الثالث كانت في المركز الثالث ضبية سهيل بن عويضة بن مضحية العامري. 13 دقيقة 5 ثواني وجزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الأداء المميز. المركز الرابع وصايف عوض بن مبارك بن سعيد المهيري.